ننتقل الآن إلى الفائز بكرة الفضية. تطبيق من أوزبكستان جامعة إنا في تاشقند، أكثر من ثلث الأغذية التي 2.5 مليون طن هي الأغذية التي تهدر أو تفقد في كل عام. لا تفقد من الأغذية والمشروبات الإضافية وتبادلها بهدف الحد من الفاقد من الغذاء وجعل الأغذية أكثر إتاحة للأقل يسرا. وهذه تدعوكم إلى تقديم الأغذية التالفة وتطبيق برنامجا لتشجيع المستخدمين على العودة إلى التطبيق ليتبرعوا بالمزيد.